الله وبركاته. النهارده يا شباب ان شاء الله تحدي تحطيم اكبر رقم قياسي في العالم، تحدي اللاعب الايرلندي. الحركه باذن الله هتكون هيد سبرينج، ان انا هنزل وهرمي شقلبات ورا بعض بالشكل ده. اكبر رقم مسجل هو 32، ان شاء الله لازم نكتسح الرقم النهارده بالطموح والاصرار والاراده. عندنا ثقه بالله، ثقه بالنفس، مفيش حد احلى مننا، لا غرب ولا غيره. ان شاء الله يا شباب النهارده هنحقق هدفنا باذن الله. الرقم ده يكون اكبر رقم في العالم، وهنثبت للعالم كله ان العرب عندهم قدرات، عندهم مواهب. جاهزين يا شباب؟ طبعا انا معانا اصدقائي وتلاميذي، ومعايا ناس كتير، ومعانا كمان انس من العراق. ازيك يا انس؟ الحمد لله. عمرو كمان من سوريا ان شاء الله يكون الحكم. معانا جمال حكام من جنس اهو، هيكونوا من سوريا ومن العراق، وباقي الشباب حبايب قلبي المصريين. طموح، اصرار، اراده، ليتس جو. يلا بينا محمود. محمود انت 5 6 7 8 9 10. يا جدع انت كنت في خناقه ولا ايه؟ عاش عاش يا كوتش، عاش يا بطل مصر، عاش يا كابتن، الله يوفقك. جبت كام؟ عاش يا كوتش. ده حاجات بسيطه 59. عاش يا كوتش. عايز ايه؟ ما جاتش من رقم يا كوتش. عاش كده، خد بالك بعد العلم، بعد العلم، بعد العلم، بعد العلم، بعد العلم. قرأنا عنه كده، قرأنا عنه كده يا جدعان. اضربوا على الاقل، اعملوا اي حاجه. طبعا معاك الفيديو شغاله، لكن ما يا جماعه من ايرلندا اهو. انا واحد ايرلندي مش عارف اجيب 60، تمام؟ هو بيستخبى ورا عمرو. هات يا كابتن معايا كفايه. جبنا 67 و 5 6 7 8 9 10. اللي فرحنا وادعوا له ان شاء الله يعيش. تسقيفه اللي فرحنا وادعوا له ان شاء الله يعيش. صدقوا اللي قالوا قبلنا، اجمل من الفرحه مفيش. يا رب كتر افراحنا، يا رب كتر افراحنا، يا رب كتر افراحنا، يا رب كتر افراحنا، وعلى قد نيتنا كفينا. مبروك مبروك عليكم وعلينا، مبروك 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 يا ليلنا وعلينا، مبروك 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 عليكم وعلينا، مبروك 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 يا ناسنا واهالينا. يا رب كتر افراحنا، يا رب كتر افراحنا، يا رب كتر افراحنا.